الغريب أن الطغاة يتحكمون في الحريات. هو لم يقصر في عمله مع سيده، بل كان ازداد عمله نشاطا بعد أن أسلم، وازداد أمانة وقد كان أمينا. والسؤال: ماذا يريد السيد من العبد إذا كان يحفظ ماله ويسمع له ويطيع ويقدم له أرقى الخدمات؟ لكن الطغاة سواء كانوا ملوكا أو سادة، هم يريدون أن يمتلكوا كل شيء في المخلوقات، فكلمة الحرية لا يمكن أن يسمحوا بها، ولو كانت حرية الفكر أو حرية العقل أو حرية العقيدة. ولذلك أكثر الناس يحاربون حتى الآن هم أصحاب الحريات الفكرية والحريات العقلية، لا يريدونها، مع أن الفكر والعقل والإيمان مكمنه أين؟ القلب، قد لا يرى لكن يتجسسون ويبحثون حتى ينتزعون منك هذه الحرية. وهذا ما فعل مع بلال، فعلموا أنه أسلم فبدأوا في وسائل التعذيب.